سلمى، مصارعة سومو مثل ما بنعرف هي من الفنون القتالية اليابانية القديمة، لكن هالرياضة اليوم تحولت لمشروع عبر برمجة ريبوت ليكون جاهز للمشاركة والبحث عن خصم في مساحة محددة وبمعايير دقيقة. اليوم معنا طالب سليمان معروف، هو طالب بكلية الهندسة المعلوماتية ضمن الفريق المشارك اللي استطاع تحقيق المركز الأول في بطولة ريبوت السومو. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. هلا. أهلا وسهلا فيك سليمان. يعني خلينا نبلش من اسم المسابقة، وتقريبا بنعرف انه هي عن الفنون القتالية السومو، فليش كان هي المسابقة وليه بلشتوا تشتغلوا عليها؟ تمام. هلا كلنا بنعرف رياضة السومو اليابانية هي عبارة عن مصارعين يعني بتنافسوا لحتى يطلع بعض عن الحلبة، فاللي بيوقع الحلبة الأخير هو بيكون الفايز. بال 1989 اليابان ساوت هالمسابقة بس بالروبوتيك، يعني بيكون في روبوتين بيتنافسوا لحتى واحد منهم يوقع الثاني عن الحلبة. تمام. بأول سنة كان في 30 مشارك، وصلنا ب 2019 لأكثر من 60,000 مشارك حول العالم. فالهدف من هذا الشيء هو إنه إظهار قدرات الروبوت بإنه بالقوة والثبات على الأرض لحتى والاحتكاك مع الأرض لحتى يوقع الثاني عن الحلبة. حصلتوا على المركز الأول المركز في الأول بطولة الريبوت السومو، خلينا نتعرف على هيدا الريبوت، نحكي عنه أكثر، شو خصائصه وميزاته؟ هلا هذا الروبوت الخليط المعدني استخدمناه في اسمه بي 20. هذا الخليط هو قاسي جدا وبيسمح يكون يتحمل الضربات. تماما. اول شيء بيتحمل الضربات، ثاني شيء نحن بنضطر نستخدم مغانط بقلب الروبوت. هلا الحلبه هي عباره عن حديد سماكته 1.6 ملي، فحتى الروبوت يثبت اكثر على الحلبه نحن بنضطر نحط مغناطيس بقلب الروبوت. والهيكل سويناه من هذا الخليط المعدني بالذات لحتى يحسن يتمغنط بشكل اقوى ويثبت على الارض بشكل اكثر. اكيد. هلا الروبوت معك، فينا اذا بتحب تحمله ونحن عم تشرح اكثر عن اليه عمله وقد ايه استغرق معكم وقت، كم شاب بالفريق؟ هلا بالفريق انا وزميلتي جولان يوسف. نوجه لها التحيه. اكيد نوجه لها تحيه كبيره. تقريبا 6 شهور اللي احنا عم ندرسه وندرس تصميمه، اما تنفيذه بصراحه ما بياخذ اكثر من اسبوع. تمام. هلا هذا هو الخيط المعدني اللي كنا عم نحكي فيه. فينا نرفع شوي مشان على الكاميرا. اوكي. هلا اذا بنشوف من تحت بنلاقي اماكن للمغانط اللي فينا نحطهم. طبعا بهالمنافسة بنستخدم احسن شيء موجود بالعالم. يعني اذا عندنا روبوتين، واحد المغانط تبعه اقوى من الثاني، المغانط اقوى هو بيفوز. اذا واحد بطلته اكبر من الثاني بالطريقه هي بتفوز. تمام. يعني فينا نقول انه هذا الروبوت بيعتمد اساسا على المواد اللي مصنوع منها الروبوت. تماما. المواد وطريقه التصميم كمان. تمام. يعني هلا المغانط اللي عندنا هون من نوع نيودينيوم N52، هي اقوى المغانط الطبيعيه الموجوده على الارض وكثير نادره. وهذا هو الخيط المعدني اللي حكينا عنه. حتى الدواليب مستخدمينها من نوع مطاط خاص جدا. الدورميتر تبعه تقريبا على المقياس دي 62، فهذا بيعطيه صلابه كثير قوي واحتكاك كثير قوي مع الارض. يعني يمكن معايير جدا دقيقه، يعني عم نحكي عن معايير جدا خاصه ودقيقه. قديش فينا نطور هيدا الريبوت؟ يعني نحن عم نحكي يمكن بشكل مستمر ضمن صباحنا غير، عم نستضيف طلاب دائما في عندهم افكار جديده للريبوت بما يخدم اليوم يمكن المجتمع. عم يكون في مثل ما قلنا جلسات عصف ذهني بينكم وبين الطلاب، في امكانيه كنتوا عم تحكوا لتطوروه ليكون في له امور اخرى؟ هلا بصراحه هي المسابقه بالذات هي مو لتطوير لحتى يكون له فانكشن معينه او لحتى يساعد المجتمع بطريقه معينه. بس فينا نقول قاعده هي تماما. يعني تماما هي المسابقه هي بتبرز انه الجامعه او الطلاب شو فيهم يقدموا. تماما. تمام. مثل ما حكينا عندنا شروط كثير محدده، فالكل بتبع الشروط، فانه بدنا نوصل لاحسن. تمام. يعني من نوع مهاراتنا بهالنوع بمثل النوع مثل المسابقات. وهي بتظهر امكانياتكم وقدراتكم قديش في، يعني فعلا يمكن عندنا مواهب وميزات شابه كثير مهمه. سلمى اكيد نور، ويمكن كان بدي اسالك عن الفرقه الثانيه اللي تنافستوا معها. تمام. يعني هي المنافسه اكيد، هلا انت عم تحكي عن الروبوت وقديش كل حدا عم بيحاول يطور ويدخل المواد، طبعا ضمن كمان في عندنا شح بالمواد، اوقات المواد بتكون كثير صعب لحتى تلاقيها، فبالتالي في دعم اكيد من الجامعه، في دعم كبير لحتى نوصل لهيك منافسات وندخل فيها. مين الفرقه المنافسه اللي كانت قدامكم؟ هلا
في 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 كثير جامعات سوريه شاركوا بس بالاخير انسحب جزء منهم. اكثر فريق منافس لنا كان هو جامعه المناره باللاذقيه. تمام. ومثل ما تفضلتي بحب اشكر رئاسة جامعتي على تامين المواد يعني يلي كثير كثير بصعوبه حصلنا نحصل عليها يعني حتى الدوليب مثلا من اليابان جايين لهون. تمام. لهالدرجه بدنا يعني بدنا افضل مواد لهالدرجه. تمام. بس بتلاقوا حلول بديله يعني انتم كطلاب؟ دائما بنكتشف انه مثلا في امور ما بيقدروا يحصلوا عليها، فلا دائما في عندكم امكانيات لتلاقوا حلول بديله. هون التميز والابداع فينا نقول. تمام. وهي احلى شيء بسوريا. يعني بسوريا نحن هون انه في مواد كثير محرومين منها وما فينا نجيبها وكثير كثير صعب بسبب الحصار والوضع. صحيح تماما. فبدنا نحسن نطلع بحلول بديله. يعني احيانا بنستخدم شغلات ما بيكون لها علاقه نهائيا بالشيء اللي عم بتشتغله بس بتوظفوها. تماما تماما. طيب خلينا نحكي كمان عن المسابقه بشكل عام، قديش كان استمرت، قديش وقتها، كيف تقدموا الى الطلاب، النتائج ما بعد المسابقه، يعني اليوم انتم فزتوا بالمركز الاول. بالمركز الاول شو رح يكون العمل بعد هي المسابقه؟ هلا من المفروض انه نطلع على اليابان ننافس باسم سوريا بمسابقه السومو اول جابان سومو، بس للاسف بسبب كورونا ما اقيمت المسابقه هاي السنه، فان شاء الله تاجلت للسنه الجايه. طبعا نحن حنضل نطور هالروبوت لحتى يحسن ينافس على المستوى العالمي، هذا شيء كثير صعب مثل ما حكيت، وان شاء الله بيطلع معنا شيء. ان شاء الله بنستضيفك كمان تكونوا مشاركين مثل ما قلت باليابان مسابقه عالميه وتكونوا حاصلين على المركز الاول. خلينا نحكي عن طلاب الهندسه المعلوماتيه، دائما في عندكم افكار، يعني دائما في من خلال مثل ما قلنا يمكن هي قاعده او بدايه لمشاريع اخرى حابين تنفذوها او حاطين ببالكم انه في مجهود اخر ضمن وقتنا رح نستغل هيدا المجهود بامور اخرى. اكيد طبعا. وبصراحه لا يعني مؤخرا عم نشتغل جامعه سوريه خاصه مع الجمعيه الفلكيه السوريه مع الجامعه الافتراضيه، نحن ثلاثه عم نشتغل على مشروع ان شاء الله كثير 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 حيكون حلو، وحيكون بعد شي 6 شهور ان شاء الله، بس يجي وقت بعد 6 شهور. بدنا نتمنى لكم التوفيق اكيد، ودائما احنا بنرفع راسنا فيكم بكل شيء، سواء كنتوا ضمن القطر عم تتنافسوا بمسابقات وطنيه او حتى مثلتوا سوريا بمسابقات عالميه. شكرا لك، تحيه مره ثانيه لاساتذتك وايضا لزميلتك بالمشروع. شكرا كثير. نتشكرك اكيد طالب سليمان معروف على وجودك معنا، ولكل الطلاب اللي كانوا مشاركين بالمسابقه ولكل المشاركين بهيدا المشروع نتمنى لكم التوفيق. دائما نحن فخورين بالشباب السوري المتميز المبدع ضمن ظروف القاهره، يعني عم نقول في حصار في مشاكل ومع ذلك قدرتوا يمكن تقدوا الريبوت وتنافسوا وراح تنافسوا عالميا. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيك.